بأثر بقوة، بحاول ألف العمود ده. كنت بقول لك العمود ده ريجيد، معنى ريجيد يعني إيه يا شباب؟ يعني العمود ده ما بيحصلوش رأي الدقن، الأسلاك هي اللي بتتعرض بين قوة الضغط أو قوة الشد. طيب العمود ده متثبت في الحيطة الريجيد دي، الحيطة دي مش هيحصل لها أي حاجة، العمود بس هو اللي هيتأثر. طب العمود ده يا شباب مش بأثر عليه التنشن، ولا بأثر عليه الكومبريشن، ولا بأثر عليه القوة الرأسية جاية تعمل له بيندنج، يعني أخده قدام. لا المرة دي أنا بعمل إيه؟ بأثر عليه بعزم بسميه عزم دوران. طيب انا بحب دايما اجيب الحاجه من اصلها. ايه انواع العزوم عندنا اصلا بصفه عامه في الهندسه؟ ايه انواع العزوم؟ عندنا حاجه اسمها عزم ازدواج، صح، وعندنا عزم انحناء، وعندنا عزم دوران، ثلاث انواع، صح كده. عزم الانحناء يا شباب اللي احنا خدناه قبل كده، ها، في مفروض في الميكانيكا لو عندي عمود اهوت والعمود ده متشال كده اهو، ده اللي هناخده في البندي، وعندي قوه كده، كنت بقول القوه في المسافه تعمل لي ايه يا شباب؟ ها، عزم انحناء، ده اسمه عزم انحناء. بتكون القوه عموديه على مين؟ على المحور الطولي للعمود. تخيل كده ماسك المسطره حرف دي وبتتك عليها من النص، ايه اللي هيحصل لها؟ لازم تنحني معاك، صح كده؟ يبقى ده عزم انحناء. النوع الثاني يقول لك عزم ازدواج، عندي عمود اهوت والعمود ده اثرت عليه بقوه كده واثرت عليه بقوه كده، هم ده اف 1 ودي اف 2. قال لك قوتين مش على نفس خط العمل، ما هم لو على نفس خط العمل الجسم هيفضل ثابت مكانه، فلما انا رحلتهم يا جماعه ايه اللي حصل؟ بقوا زوج من القوه، فسميته قابل مومنت، صح كده؟ ده عزم ازدواج، قوتين عكس بعض في الاتجاه لهم نفس المقدار بس مش على خط عمل واحد، بينهم ايه يا شباب؟ بينهم مسافه عموديه. فكنت بقول ايه يا شباب؟ كنت بقول ان العزم ده هيلف كده، صح؟ يبقى العزم ده عباره عن احد القوتين في الذراع العمودي ما بينهم. طب النوع الثالث بقى بسميه عزم دوران، عزم دوران زي العمود اللي قدامنا ده اهو، عندي العمود كده بالمنظر ده، وده محورين بتوع عمد، وده السنتر مثلا اهو، تمام. وعند القوه يا شباب قوه ممسيه بسميها تانجنشال فورس. القوه دي يا شباب باثر على مين؟ على السطح الخارجي للعمود ده. فالعمود بيحصل له ايه يا جماعه؟ بيلف معايا. طبعا خد بالك العمود بيلف بالنسبه لطرف ثابت، يبقى العمود ده لازم يلف بزاويه. يعني ايه الكلام ده يا دكتور بقى؟ يعني المفروض لو انت عندك نقطه هنا سميتها مثلا نقطه الايه، بعد شويه هتبقى فين يا شباب؟ هتبقى هنا مثلا كده اهو، تبقى دي مثلا سميها ايه؟ شرطه. يبقى أنا عندي هنا في زاوية العمود لف بيها، صح كده؟ دي بسميها يا شباب بسميها الانجل اوف تويست، زاوية الالتواء، العمود بيتلوى مش بيلف خلاص، ده بيتلوى. يعني ايه بيتلوى يا شباب؟ يعني في عندي طرف ثابت وطرف بيلف معايا، تمام؟ فالالياف بتاعتي بدل ما كانت كده، بدل ما كانت كده، ايه اللي حصل لها يا جماعة؟ لفت معايا بنفس الزاوية دي، هذا الزاوية بتاعتي اللي اسمها فاي اهي، هي نفسها الزاوية. واخدين بالنا يا شباب؟ طيب يبقى انا عندي مفروض المسافه ده اللي هي نص قطر العمود ده هتديني العزم، يبقى التورك هنا بيساوي ايه؟ بيساوي القوه في مين؟ القوه في المسافه بتاعتي. طب جميل. طب الاجهاد بقى الناتج عن الموضوع ده عباره عن ايه؟ قال لك بسميه تورشنال شير ستريس، عباره عن حاصل ضرب العزم بتاع الدوران في نص قطر العمود. وخد بالك نص قطر العمود ده هو له تفسير علمي، ايه التفسير العلمي؟ بيقول لك هي المسافه ما بين سنتر الدوران للسطح الخارجي اللي عليه اكبر اجهاد مؤثر على الجسم. فطبعا المسافه دي عباره عن ايه يا شباب؟ هي ار، صح كده؟ طيب يبقى هنا المفروض كمان مقسوم على كام؟ على حاجه اسمها جي، والجي ده عباره عن ايه؟ ده بسميها البولر مومنت اوف انرشيا، عزم القصور الذاتي. طيب خد بالك انا عندي الجي دي كمان لها حاجه ثانيه شبه اسمها الاي، اللي بسميها الماس. لا يا شباب هي اسمها الماس مومنت اوف انرشيا، صح كده؟ دي المفروض انت عندها. الجي او اي يا شباب دي المفروض معاملات بتعتمد عليها، بتعتمد على الكروس سكشن بتاع العمود نفسه. طب انا عندي المفروض الكروس سكشن بتاع العمود نوعين، لا اما يكون عندي سوليد، لا اما يكون عندي عمود سوليد، ها؟ او عمود ايه يا شباب؟ او عمود هولو. طب في حاله السوليد يا شباب قال لك الجي تساوي باي على 32 دي اس 4، وهنا الجي تساوي باي على 32 دي اوت اس 4 ناقص دي انر اس 4. خد بالك الخطا اللي بيحصل دايما في الامتحانات ايه؟ على فكره معظم اخطائنا في الامتحانات هي اخطاء، لا اما اخطاء وحدات او اخطاء في كتاب القانون، ما انت فاهم المساله. هي يعني المشكله في مين؟ جوه المساله نفسها. يعني على سبيل المثال اشهر خطا عندنا هو مين؟ تقول دي اوت ناقص دي انر الكل اس 4، خلاص كل حاجه اتغيرت. مسألة باظت منك، ليه؟ أنا بقول المفروض لو عندي عمود، العمود ده مجوف يا شباب، فبقول عزم القصور بتاع القطر الخارجي ناقص مين؟
يعني كانها دايره كبيره ناقص دايره صغيره، يعني كاني بقول باي على 32 دي اوت اس 4 ناقص باي على 32 دي ان اس 4، مش دي اوت ناقص دي ان كل اس 4. جميل، يبقى انا الجي بالمنظر ده والار يا شباب عباره عن ايه؟ الدي على الاثنين. بس خد بالك في حاله الهول هتبقى ايه يا شباب؟ ها دي اوت على الاثنين. ليه ما حطيتش دي ان على الاثنين يا شباب؟ مش انا بقول ان الار دي اولا ما فيش ماتيريال، هي اصلا فاضيه من جوه، تمام؟ بس انا بقول دايما الار عباره عن ايه؟ هي المسافه من سنتر الدوران للسطح الخارجي اللي عليه اكبر ايه؟ اكبر ايه؟ في حاجه دايما الدكتوره بتعملها في المحاضره، تقوم عامله لك ايه؟ حاجه بسميها الستريس ديستريبيوشن، توزيع الاجهادات. يعني تعمل لك خط كده اهو، وتقول لك الاجهادات بتاعنا شكلها عامل كده. ده معناه ايه يا شباب؟ ده ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي ارسمه، ارسم الستريس ديستريبيوشن. هترسمه ازاي؟ مش انت عند السنتر ده بيكون الار بتساوي صفر تقريبا؟ يعني المفروض التاو بكام؟ صفر. وكل ما بتطلع تقرب من السطح الخارجي، ايه اللي بيحصل؟ الاجهاد يا شباب بيزيد، يبقى انت اقصى حاجه عند مين؟ عند السطح الخارجي بتاعك. طيب انت بتقول ان الشابتر ده سهل، بس واضح كده ان الشابتر يعني صعب. لا مش شابتر صعب ولا حاجه، انت المفروض في الامتحان هيطلب منك حاجتين، احسب مقدار الاجهاد بتاع الالتواء، كالكوليت ذا تورشنال شير ستريس، وكمان احسب الانجل اوف تويست، الانجل دي. طيب الانجل القانون بتاعها بيقول ايه؟ بيقول الفاي بتساوي تي في ال على جي في الجي. طبعا الحاجه اللي مش مستاهله اثبات المحاضرات بتثبتها، بس احنا في السكاشن بنعمل ايه؟ ندخل في المباشر على طول، نحله في الامتحان ازاي؟ الفاي بتطلع لي هنا بالراديان، خد بالك من التحويل بتاع الراديان والديجري في الحاسبه. الناتج هنا بالراديان بيطلع لي ارقام. الدي يا شباب هو مين؟ ها؟ هو الاف في الار. طب ال يا شباب هو مين؟ ها؟ هو طول العمود بتاعي. خد بالك العمود ده لو متقسم وهناخد بسال على الكلام ده، يبقى انا ايه؟ كل حته لها زاويتها. طب عاوز احسب الزاويه الكليه بعمل ايه يا شباب؟ بجمعها. فاكر الدفليكشن الكلي؟ مش كنت بجمع ده زائد ده زائد ده؟ نفس الكلام برضه بجمعها. طيب ده ايه اللي طول العمود؟ طب الجي يا شباب؟ البولر مومنت انيرشا. طب الجي يا باشمهندسين بقى؟ قال لك بسميه المودلس اوف ايه؟ ها؟ مودلس اوف ريجيديتي. ده المفروض في عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها المودلس اوف الاستيستي، ها؟ وعندنا حاجه اسمها المودلس اوف ريجيديتي. الاساس يا جماعه ده المفروض بيقاوم او خاصيه مقاومه الماده ان هي تتشد او تتضغط، عشان كده دايما منسوب لمين؟ للتنشن والكمبريشن، صح كده؟ طب الجي يا باشمهندسين بقى ده بسميه معامل الجسائه بالعرب. يعني ايه جسائه؟ يقول لك الجسم ده جسد. يعني ايه جسد؟ يعني تيجي تلف وما يلفش معاك، يبقى صعب انك تلفه. لو انت ماسك استيكه قلم، استيكه القلم بتاعتنا الصغيره وبتلفها هتتلف معاك. طب لو انت الاستيكه دي عباره عن حاجه من الحديد، هل هتتلف معاك بسهوله؟ فالجي هنا كبيره جدا عن مين؟ عن الجي هنا. فالجي يا شباب هو عباره عن ايه؟ معامل بيدل على مقاومه الماده للدوران. افهم الكلام ده. ليه بتقول الكلام ده؟ عشان العلاقه هنا ما بين ده وما بين ده علاقه ايه؟ عكسيه. يعني في الامتحان عشان تطلع اصغر فاي يبقى لازم الماده تكون يا شباب تكون قويه جدا معاك، والعكس ايه؟ والعكس صح. تمام كده؟ يبقى احنا كده الشابتر بتاعنا عباره عن قوانين بس، التاو ها ومين؟ والفاي. طب القوانين بتاعه التاو بقى اهو اختصارا كده هتقول 16 ترك على باي ديتا كيو. جبت القانون ده منين؟ ما هو الار عباره عن دي على الاثنين والجي بقى على 32 دي اس 4، اختصرت الاثنين ببعض وطلعت ال 32 فوق اختصرتها مع الاثنين طلعت ايه يا شباب؟ القانون بتاعنا. طب لو حاله الهول يا شباب عوض برضه بالقانون بتاع الهول او بالجي بتاع الهول وطلع القانون بتاعك بالمنظر ده. تمام يا شباب؟ يبقى احنا عندنا بس في الشابتر ده هما الاثنين القوانين دول مفيش غيرهم. تعال نشوف بقى مسائل كده نشوف بنحلها ازاي. هو الجي معناها يعني اللي هي الجي ده المفروض معامل الجي ده المفروض معامل معتمد على المساحه، يعني ده بيعبر عن قوه الجسم نفسه، بس بعبر عنه ايه بالمساحه؟ ان شاء الله في سنه ثانيه تاخد ماده اسمها فايبريشن، في عندي نوع ثاني من الانرشيا دي، نوع ثاني معتمد على الحركه ومعتمد على الديناميك، فدي بس خاصيه بتدل على قوه الماده. تفهمني؟ خد بالك برده من حاجه، العلاقه هنا برده علاقه ايه؟ عكسيه، يعني برده كل ما ده كبر كل ما ده ايه؟ ما ده قل، وده ايه ده المطلوب. تمام كده؟ احنا بقى ان شاء الله في البندنج باذن الله هناخد بقى اشكال الاعمده، يعني ده له استنتاج، هناخد بقى اشكال كثيره جدا زي بتوع مدني، يمكن ناخد حرف الدي وحرف الاي وحرف ال، اشكال كثيره جدا. اعتقد تعرضت له برده في ماده قبل كده صح؟ حسابات الجيولوجي. تمام؟ تعال بقى ناخد مسائل كده ونشوف المسائل بتيجي ازاي في الامتحان وبنتعامل معاها ازاي. زي ما احنا خدنا السكشن اللي فات، السكشن اللي كان يعني بنراجع عليه الماده كلها ده، احنا قسمنا الشباتر بتاعتنا او الشابترين الاولانيين قسمناهم مسائل، انواع مسائل، ودي برده اللي هنعمله النهارده، هنقسم انواع مسائل. طيب تعال نشوف كده مع بعض اول مساله معانا ونشوف شكلها عامل ازاي. لو اديتك عمود كده، طبعا عاوزك تفهم اول مسائل ورسوماتها عشان الامتحان هيجي لك رسمه مختلفه تماما، معتمد على فهم حضرتك. والماده دي مش سهل تجيب فيها امتياز
بسهوله جدا. احضر بس السكاشن وافهمها معايا هتلاقي الماده ان شاء الله الامتحان بسيط جدا. عندك هنا مفروض جسم اهو كده متثبت كده، وعندنا مسمار مثبته هنا كده، وعندي نفس الكلام الجسم الثاني كده، وانا عندي مسمار مثبته. وده العمود اهو بيلف كده عليه عزل او عليه ترك. قول لي ده العمود ده اسمه اي بي، العمود ده اسمه اي بي. وعند هنا العمود ده او الجلبه دي اسمها سي دي. احنا عندنا عمود ده بيكون حاجه مصنطه عمود من كده، الجلبه يا شباب بتكون حاجه شبه العمود بس ايه العمود معدي جواه حاجه مفرغه كده او مجوفه. بقول ايه في المساله يا شباب؟ بقول لي ذا سوليد سبندل. سبندل كلمه سبندل معناها عمود بيدور، يعني عمود متوصل بموتور، الموتور بيدوره. بقول لي ذا سوليد سبندل اي بي از ميد اوف ستيل، مصنوع من الستيل. يبقى ده مصنوع من الستيل. طيب بقول لي وذ ان الاوبل شيرنج ستريس، اعطيني الشير ستريس بتاع العمود ده كام؟ بقول لي 12 ك اس اي. هو ايه ك اس اي ده يا شباب؟ كيلو بي اس اي، عباره عن كيلو بي اس اي، يعني عباره عن ال بي اس اي. ده نظام انجليزي جميل. بقول لي اند سليف، سليف سليف دي يعني جلبه اللي بقول لك عليها اللي هي هولو شافت. سليف سي دي از ميد اوف براس، براس ده اللي هو النحاس الاصفر، تمام؟ يعني دي مصنوعه من البراس. بقول لي يا باشمهندسين وذ ان الاوبل شير ستريس 7 كي اس اي. الشير ستريس هنا كام؟ 7 كي اس اي. لاحظ ان البراس هنا القوه بتاعته اقل من هنا يا شباب زي الستيل. جميل. طيب بقول لي احسب لي بقى اللارجست تورك ذات كان بي ابلايد ات اي اف ذا الاوبل شيرنج ستريس از نوت تو بي اكسيد ستيف سي دي. يعني ايه الكلام ده؟ بقول لي احسب لي اكبر تورك، يبقى رقم ايه اهوت؟ احسب لي اللارجست تورك، اكبر تورك، تمام؟ بحيث الاجهاد اللي موجود على الجسم ده ما يتعداش الاجهاد اللي موجود على مين؟ على البراس. برضه انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر كده حضرتك انت عندك مادتين، احسب الاجهاد او احسب الترك اللي ياثر على الاثنين بس ما يكسرش مين؟ ما يكسرش الضعيف، وده الطبيعي. ما يزيدش عن مين؟ ما يزيدش عن الاجهاد ده، تمام؟ رقم اتنين يا شباب احسب لي كمان الكورسبوندنج فاليو اوف دايمتر دي اوف سبندل اي بي. عاوز كمان الدايمتر بتاع السبندل ده. طيب اول حاجه بقول لي احسب لي الترك اللي ما اصل اللي ما يتعداش مين؟ ما يتعداش الاجهاد اللي هنا. طب بص كده معايا، مش انت عندك عمودين، العمود ده والبتاعه دي متسبكين في بعض؟ لو جيت تفصلهم تعملهم فري بادي دايجرام، مش العمود ده يا شباب لو انا فكيته كده اهو هيبقى عندي هنا مثلا ترك، يبقى الناحيه الثانيه برضه عندي ايه؟ عندي ترك، صح؟ مش احنا خدنا الاستاتيك اكوليبريم، قوه من هنا تبقى قوه من هنا، عندي برضه عزم يبقى عزم من الناحيه الثانيه. مش العزم ده يا شباب هو نفسه العزم اللي فوق على الجلبه دي يا شباب؟ أو مش الجلبة دي متثبتة كده والعمود ده متثبت هنا؟ يبقى العزم ده نفسه فين؟ نفسه فوق، يعني الترك هنا هو نفس الترك هنا. طيب بقول لي احسب لي الترك مبني على مين؟ على 7 كي اس اي. أقول له التورشنال شير ستريس بيساوي ها 16 أو تي ها في الأر على مين؟ على جي. طيب الأر بتاعتي هنا بكام؟ أعطيني هنا يا شباب القطر بتاع الجلبة دي أعطاني 3 إنش. ده 3 انش قطر الخارجي، واعطيني السمك بتاعها بكام؟ السمك بتاعها بيساوي ربع انش. مش ده عباره عن عمود مضاف يا شباب؟ دي اوت ودي انر. هنا الدي اوت بيساوي كام يا جماعه؟ ها؟ الدي اوت هنا بيساوي 3 انش. طب الدي انر اعرف احسبه؟ ها؟ الدي انر هنا هيساوي كام؟ هيساوي 3 ناقص 2 تي، ما هو التي من هنا والتي من الناحيه الثانيه، يبقى ناقص 2 تي، يبقى ناقص 2 في كام؟ 2 في ربع، يطلع لي هنا الدي انر ها؟ بيساوي 2.5 انش. طيب يبقى هنا القانون بتاعنا اقول هنا بيساوي التاو اللي هي 7 كي اس اي، يبقى 7000 ها بي اس اي هيساوي التورك بتاعنا يا شباب ده اللي انا عاوزه، ده المجهول عندي، مضروب في الار هتبقى دي اوت على الاثنين، صح كده؟ الدي اوت هنا كام؟ دي اوت اللي هي 3 انش ها على الاثنين هنا يا جماعه ها باي ها على 32 دي اوت اس 4 اللي هي المفروض 3 اس 4 ناقص 2.5 اس كام؟ اس 4. ايه المجهول الوحيد هنا يا شباب؟ هو عبارة عن التي ماكسيمم بتاعتي واطلع التي بتاعتي. يبقى ده أول مطلوب عندي. طب ملحوظة عندك بقى. فاكر لما كنت بقول لك القانون بتاعنا سيجما تساوي فورس على اريا. تمام؟ بالمنظر ده. مش العلاقة ما بين الاستريس والاريا علاقة عكسية؟ والعلاقة ما بين الاستريس والفورس علاقة طردية؟ لو جالك في مسألة قال لك أنا عندي مادتين بأبعاد مختلفة، تمام كده؟ احسب لي أكبر قوة تأثر على الاثنين. لو قال لك احسب اللارجست فورس ها بتختار ها المينيمم الصغير.
ده بقول عاوز اللارجست. ها اللارجست اريا تختار مني هندسه بتختار الماكسيموم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لك مساله اعطيني السيجما معطى المادتين واعطيني الفورس ها للمادتين دول وانا بحسب اريال ده وبحسب اريال ده. بس اقول لي في المساله ايه؟ اختار مساحه واحده تصنع عليهم الاثنين. اختار مين يا شباب؟ اختار الكبير عشان اللي جاد يا جماعه اللي جاد يقل. طب في حاله الفورس بقى مش انا بقول لي اختار اكبر تورك بس قال لي احسبه على مين؟ على السبعه. يبقى انا بختار التورك يا شباب اصغر تورك عنده بيأثر. خد بالك اصغر تورك ده هو الماكسيموم على مين؟ على الجلبه. بس مش ماكسيموم على مين؟ على العمود. يبقى انا الماكسيموم هنا مش معناها اكبر رقم، معناها ايه؟ الاصغر اللي هو الاكبر على مين؟ على اضعف واحد. تمام؟ طب تعال نشوف كده مين المطلوب الثاني. ايه المطلوب الثاني يا شباب؟ بيقول احسب لي قطر العمود ده. مش احنا لسه قايلين ان التورك هنا هو نفس التورك هنا؟ طب ما تعكس بقى العلاقه اهو. هقول التاو على العمود بقى نفسه على الشافت نفسه اهو ها هيساوي التي في الار على الجي. الجي هنا باي ها على 32 دي اس 4 ده المجهول بتاعي اللي انا عاوزه. ها طب التاو يا شباب بكام هنا؟ ب 12 كي اس اي على 12 ها في 10 اس 3. التورك يا شباب ها انا جايبه لسه اهو ده التورك اللي موجود عندي ده معطى عندي. والار هنا عباره عن ايه؟ دي على الاثنين. طبعا هنا 16 تورك على باي دي تكعيب. اعرف احسب ايه يا شباب؟ اعرف احسب ايه؟ يبقى المساله دي ايه الفكره بتاعتها؟ المساله دي الفكره بتاعتها جسمين متثبتين مباشر في بعض يبقى التورك هنا هو نفسه مين؟ هو نفس التورك هنا. احسب اللارجست تورك بشتغل على اضعف جسم. حد عنده سؤال في دي يا شباب؟ تعال شوف مساله ثانيه. التورك هنا بيساوي التورك هنا. هنشوف بقى مسائل دلوقتي ممكن التورك يختلف. هنشوفها دلوقتي. مش احنا خدنا مسائل الفك المقاطع ساعات بيكون عندي قوه داخليه انا ممكن يبقى عندي تورك داخلي. هنشوف برده الفكره بتاعتها. تمام؟ انا بحاول الشيت حتى لو ما جابش الفكره ارسمها لكم عشان جت في الامتحان. نشوف مساله ثانيه. طب باذن الله هعوض لكم السكشن اللي انا جبته ده. هنعمل سكشن مراجعه كبير قبل الميد تيرم باذن الله. تعال شوف المساله اللي جايه دي وركز معايا فيها. عندي يا شباب موتور اهو. الموتور ده يا جماعه طالع منه عمود عمود كبير كده. تمام؟ العمود ده يا شباب عليه متثبت هنا كده يعني في تثبيت اهو تثبيت كده بالمنظر ده. وعندي هنا الطاره اهي وعندي طاره ثانيه كده وعندي طاره ثالثه كده وعندي هنا تثبيت تاني اهو تثبيت بالمنظر. تمام؟ بيقول لي في المساله يا شباب بيقول لي في المساله هنا الترك مفروض واحد مفروض هنا ده قطره 54 القطر ده 54 ملم. اعطيني هنا يا شباب ترك كده بقول لي الترك ده 1.2 الترك اللي على العمود او الطاره اللي اسمها ايه الترك عليها 1.2 كيلو نيوتن في متر دي سماها دي وده دي. والعمود هنا الموتور ده مسموه ايه؟ وبيقول لي العمود ده القطر بتاعه 46 ملم. خد بالك المساله دي مشهوره جدا يعني افهم بس الفكره بتاعتها كل الاشكال بتاعتها تبقى انت خلاص عرفت. واعطيني ده بيلف برده كده وقال لي التورك ده سموه لي سي وقال لي التورك سي هنا بيساوي كام؟ بيساوي 8.1 كيلو نيوتن. وعند برضه ده بيلف كده ده سموه لي دي وقال لي التورك هنا بتاع الدي بيساوي 4.1 كيلو نيوتن. النقطه دي سماها لي اي ودي سماها لي ايه المطلوب في المساله بقى؟ بيقول لي اندر نورمال اوبريتنج كونديشن ذا الكتريك موتور اكزيرتس ا تورك اوف 2.4 كيلو نيوتن. لو انت ملاحظ هنا لو جمعت 1 و2 ها زي 8.1 ضرب 4.10 معنى كام؟ توتال 2.4. ما انت خد بالك انا عندي انبوت وعندي ايه؟ اوت بوت. لازم الانبوت يساوي ده في الحاله الايديال بس ما عندناش ايه؟ ما ليش حاجه مفقوده ولا حاجه. يبقى هنا الباور بتاعتي او التورك التوتال 2.4 كيلو نيوتن في متر. ده المعتاد عندي. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ساعات في مسائل بيجيب لي الاثنين والثالث ما بيجيبوش. انت بتعمل ايه فيه؟ تطرح من المجموع بتاعه. طيب بقول لي يا شباب اون شافت اي بي نومنج ذات ايتش شافت از سوليد. بقول لي كل عمود من ده يعني العمود من الاي للبي سوليد والعمود من البي للسي سوليد ومن السي للدي سوليد. ممكن يبقى ساعات حته جواه هولو فانا ايه اشتغل بالقطر بتاعه. طيب بقول لي احسب لي الشيرنج ستريس اللي موجود في العمود اي بي والعمود بي سي والعمود سي. مساله لذيذه جدا. تعال نشوفها كده.
انتوا عارفين المساله بتاعه فك المقاطع لما كان عندي جسم كده متثبت ونازل منه مقاطع كده وكان عندي قوه كبيره كده عشان كنت بفك ده لوحده ده لوحده ده لوحده هي نفسها بس كانك بتقلبه 90 درجه وبدل القوه عندي ايه عزوف هنعمل كده تمام طيب نيجي اول حاجه تعال نفك كده مع بعض لو انا فكيت من الطرف اللي اسمه AB من الطرف اللي اسمه AB مش انت عندك مفروض عزم هنا كل 2 و4 مش ده البدايه بتاعتها اهيت يبقى انا كده فك الحته الاولى ادي الحته الاولى اهي من الA للB طيب انت عندك هنا 2 و4 ها اتجاه دورنا ازاي يا شباب اتجاه دورنا كده كله بيلف كده صح ادي 2 و4 طيب انا بفك قبل ما اوصل لبدايه الجزء الجديد يبقى الواحد و2 دي مش معايا مع مين مع اللي بعده صح كده يبقى انا 2 و4 عكسها هنا مين يا شباب 2 و4 قلت لك قبل كده ان فك المقاطع في المسائل دي على نص درجه المساله الفري بادي دايجرام ده يبقى هنا تقول ان الترك بتاع الاي بي بيساوي 2 و4 من 10 كيلو نيوتن في متر لازم حلك يكون كده طيب الحته اللي بعدها ها اللي اسمها ايه يا شباب بي سي احط اول حاجه مين عكس ال 2 و4 اهو عكسها المفروض كده تبقى اتجاهها كده هذا ال 2 و4 تمام طيب ال 2 و4 عندي هنا كام يا شباب المفروض عند 1 و2 انا على فكره انا عامل اتجاه غلط ايه الاتجاه اللي انا عامله غلط 2 و4 من 10 بدايه المساله اصلا الاتجاه ده المفروض صح ولا غلط العكس عارف ليه مش الموتور بيلف كده يبقى رد الفعل على العمود اللي ماسك فيه ايه العكس شفت انا عرفتها ازاي تعرف انا عرفتها برضو ازاي ان المفروض المجموع كله ما يزيدش عن 2 و4 انا كده لو جمعت 1 و2 على 2 و4 يبقى كده زائد ما ينفعش صح كده يبقى ده المفروض العكس يبقى ده المفروض اتجاهه كده يبقى ده المفروض ازاي العكس يبقى ده المفروض ازاي يا شباب العكس عندك هنا بقى كام 1 و2 يبقى المحصله عندي هنا كام يا شباب 1 و2 كده ها يبقى اللي بعده ازاي يا شباب اللي بعده 1 و2 اهي يبقى ده المفروض الترك هنا الترك بتاع البي سي بيساوي كام 1 و2 من 10 كيلو نيوتن في متر طب نيجي نفك اللي بعدها ها اللي اسمها ايه يا شباب السي دي هيبقى اتجاه ازاي عندي كده 1 و2 ها والعكس هنا كام يا جماعه 8 من 10 ها يبقى المحصله هنا كام يا شباب 4 4 من 10 العكس صح كده يبقى عكسها كده 4 من 10 هذا 4 من 10 وطبعا الحته الاخيره دي هيبقى ايه العزم على نفس صفر صح كده عشان ترك ايه ال 4 من 10 عكس مين عكس ال 4 من 10 اللي موجود عندي يبقى هنا الترك عندي هنا الترك بتاع السي دي هتلاقيه بيساوي كام بيساوي هنا 4 من 10 كيلو نيوتن في متر تاني ايه البي سي اللي تكون 4 من 10 وراها على نفس الريال لا المفروض 2 و4 من 10 انا عملتها العكس كده وعملت وقت دي بتاع ال 1 و2 من 10 ده اتجاه ال 1 و2 فالمحصله بقت كده 1 و2 فهمتها ازاي؟ خد بالك من حاجه انا قلت ايه؟ قلت ايه؟ انت عندك الموتور ده بيخلي العمود يلف كده صح يا جماعه؟ يبقى الموتور ده العزم اللي جواه عامل ازاي؟ اتجاهه كده صح؟ طب انا فكيت العمود منه يبقى رد فعل العمود ازاي؟ العكس صح كده؟ العكس اهو انا بدات الفك اهو يبقى الفك بتاعتي اتجاهه كده تمام؟ ادي 2 و4 يبقى اول حته عليها 2 و4 كيلو نيوتن في متر دي اللي واخده الانبوت كله طب بعد كده يا شباب بقى فكيت الحته الثانيه عكست ال 2 و4 ها؟ وعندي 1 و2 يبقى المحصله عباره عن كام طرح الاثنين من بعض؟ 1 و2 في الاتجاه يبقى عكسها 1 و2 يبقى العمود عليه 1 و2 كيلو متر في متر اللي بعدها 1 و2 عكستها كده وعندي 8 من 10 ادي 8 من 10 يبقى المحصله كام في الاتجاه ده؟ ها؟ 4 من 10 وادي عكسها 4 من 10 طب الحته الاخيره ما فكتهاش ليه؟ عشان هتبقى 4 من 10 و4 من 10 تبقى كام؟ يبقى الترك يبقى التورشنال بصفر حتى بقول لي في المساله احسب لي على مين؟ على الاي بي والبي سي ومين؟ والسي ما جابليش سيره الدي اي. طب نيجي بقى خلاص المساله خلصت كده هتقول ايه؟ هتقول فور شافت اي بي هتقول التاو بتاعه الاي بي تساوي ها؟ 16 ترك على باي دي تكيف بتاع الاي بي. طب التاو بتاعه البي سي ها؟ 16 ترك بتاع البي سي على الباي في الدي بي سي كل تكيف. التاو بتاعه السي دي نفس الكلام 16 ترك بتاع السي دي على باي في الدي تكيف بتاع السي. بس ده كل الفكره الترك اتعوض بهنا طب القطر يا شباب الاكتر موجود عندك هنا ده 54 وده 46 وده 46 تعوض تجيب الترك هنا وهنا وهنا وده المطلوب اثباته او ده الناتج المطلوب منك اثباته مسائل فك المقاطع النوع الثاني عباره عن ايه؟ عباره عن عمود واحد متثبت بموتور ففك الموتور يا شباب
واعمل فري بوديجرام لكل مقطع وافك قبل ما اوصل لبدايه الجزء الجديد، بس افك كل مقطع لوحده، اجيب التورك اللي على كل مقطع لوحده واحسب ايه يا شباب، واحسب الاجهاد المطلوب. طب افرض قال لي في المساله دي احسب كمان زاويه الالتواء، احسبها ازاي؟ اقول الفاي تساوي ها تي في ال ال على جي في الجي، التي موجوده لكل حته صح كده، يعني الفاي لكل حته، ال ال يا شباب الطول بتاع العمود، هيدوني في المساله بقى المسافات ما بين كل عمود ها. طب الجي يا شباب باي على 32 في القطر اس ايه قطر اس 4. طب الجي يا شباب لازم يدوني معطى، خد بالك الجي ده بيدوني بالجيجا باسكال، وانا شغال ميجا باسكال، اضرب في كام؟ اضرب في 1000، اوعى تنسى اضرب في 1000، احوله من جيجا باسكال لميجا باسكال واطلع الزاويه. بس خد بالك من حاجه بقى، انت بتطلع زاويه مثلا للاي بي، وبتطلع زاويه للبي سي، وبتطلع زاويه للسي دي، زاويه كل حته لوحدها، مش العمود كله يا شباب بيلف كله مع بعضه؟ يعني انت لو بتحسب زاويه الحته ده بالنسبه للحته ده، مش العمود ده كله يا جماعه هيلف بزاويه كليه صح كده، اللي بسميها فاي توتال. مش كنت بتحسب في المقاطع التوتال ديفليكشن تجمع ده زائد ده زائد ده؟ فلو عندي حاجه في النص كومبريشن كنت بعمل ايه؟ بطرحها صح كده. يبقى هنا الفاي توتال او الفاي توتال هتساوي فاي اي بي ها زائد الفاي بي سي زائد الفاي سي دي. طبعا دي مساله مشهوره جدا ممكن تجيلي من ترم بكل سوء تمام. يبقى انا بفك المقطع بجيب الترك اللي عليه وبكمل مسالتي بطريقه لذيذه. طيب تعال نشوف مساله ثانيه او نوع ثاني، تعال نشوف مساله ثانيه. طبعا في مسائل كتير في الشيت مكرره، اهم حاجه بس ايه ناخد الانواع المختلفه عشان انا مش عاوزك تتعرض بشكل غريب في الامتحان. طيب اعطيني يا شباب عمود كده اهو في المنظر ده، تثبت كده. خد بالك المسائل اللي احنا بنجيبها مسائل ستاندرد، يعني جايه من المراجع باشكالها كده. لو لقيت في الرسمه لونين مختلفين تبقى دي نوعين مادتين مختلفتين كستاندرد اهو. يعني دي مثلا لونها ازرق ولونها اصفر مثلا، تبقى دي ماده غير الماده دي تمام كده. دي حاجه ستاندرد عندنا في الالوان كده. قول لي اذا الاوبل شيرنج ستريس 15 تي اس اي مفروض موجود فين يا شباب؟ موجود في الواحد ونص انش دايمتر ستيل رود، ده عمود من الستيل وده عمود من البرس، واعطيني هنا ترك عزم اهوت بيلف العمود ده كله، بيقول لي هنا التاو هنا بتساوي 15 كي اس اي، بيقول لي كمان الرد اي بي مفروض ده مفروض اسمه اي بي وده سي، بيقول لي يا شباب الحته الثانيه بقى مفروض مصنوعه من البرس، مفروض عليها عزم كام؟ عليها تورشنال شير ستريس 8 كي اس اي، والقطر بتاعها 1.8 من 10 انش، ودي القطر بتاعها 1.5 انش. ايه المطلوب في المساله؟ بيقول لي نيجلكتنج ذا افكت اوف ستريس كونسنتريشن ديترمينز ذا لارجست تورك ذات كان بي ابلايد ات اي. احسب لي اللارجست تورك، عاوز اللارجست تورك. دي الحته اللي انا كنت بقول عليها، واللي ما فهمهاش نفهمها بقى في الحته دي. لاحظ معايا دلوقتي انا عندي مادتين مختلفتين عليها نفس العزم. لو مثلا طلع العزم بتاعك على الحته دي، يعني الحته دي تتحمل عزم 20 والحته دي تتحمل عزم 30، يبقى العزم المفروض يبقى كام اللي تختاره؟ ال 20. طب لو انا اتهفيت في عالي واخترت 30 ايه اللي يحصل يا شباب؟ اخسر الضعيف. شايف بقى الفرق ازاي؟ فهمناها حاجه عمليه اهو. واللي حسب لي اللارجست تورك، طبعا الكلمه دي ها بتخدعك، يعني اكبر حاجه دي مش اكبر رقم، دي اصغر رقم من النواتج اللي طلعت. طب لو العكس بقى يا شباب، بحسب القطر اختار اكبر اكبر قطر. تعال نحلها مع بعض كده اهو. هو طبعا هفك المساله كده، يبقى انا عندي الحته اللي اسمها اي بي اهي، انا الحته اللي اسمها اي بي عندي ترك كده ها، يبقى انا عندي ترك كده اهو. طب الحته اللي تحت يا شباب عندي هنا بي سي، عندي المفروض عكس الترك ده وعندي عكس الترك ده. طيب معلومه لحضرتك بقى، لو عندك مساله في الامتحان عليها ترك واحد في بدايه المساله، الفك ما لهوش درجات عشان وقتك في الامتحان. تاني مش انت لما فكيت الترك هنا ونفسه هنا ونفسه هنا، لو دي 100 مقطع هيبقى نفس ايه؟ نفس الترك. المساله دي الفك بتاعها هو الوحيد اللي ما لهوش درجات، بس لو عندي ترك داخلي يا شباب يبقى الفك عليه درجات. مش المساله اللي فاتت بتاعه القطور والطارات مش دي كانت عزوم داخليه يا شباب؟ دي نفس العزوم الداخليه. طيب يبقى الفك هنا ملوش لازمه.
طيب يبقى اقول له كده بالنسبه للمقطع اللي اسمه اي بي هقول تاو اي بي تساوي 16 في الترك، ما هو الترك اي بي هو نفس الترك بي سي فنسميه ترك، على الباي ها في الدي اي بي تكعيب. الترك بتاع الاي بي كام يا شباب؟ 15 كي اس اي، يبقى ده المفروض 15 في 10 اس 3. الترك ده مفروض مجهول ها، قدام ترى عندي هنا بكام؟ 1.5 انش كل اس 3. هطلع التي بتاع مين؟ بتاع الاي بي. طيب نيجي نفس الكلام، الترك بتاع البي سي هيساوي كام؟ 16 في الترك بتاع البي سي على مين؟ على الباي في الدي بي سي كل تكعيب. هنا المفروض القطر هنا كام؟ 1.8 من 10 انش ده تكعيب طبعا، وعندي هنا دي مفروض كام يا شباب؟ مفروض دي 8.